السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مشروع الرياحين، مشروع الرياحين المشروع الخاص بقاطيني دور الصفيح بمدينة تمارة والسخيرات. وكما كتشوفوا معنا، بعد ما كنا كنوريكم مشروع الرياحين غير في الطريق الرئيسيه، الطريق اللي دايزه من قدام البيبان ديال العمارات، فاليوم كنعطيكم الخلف ديال العمارات. الخلف ديال العمارات كما كتشوفوا معنا عندنا جريده، والعمليه ديال الجاردناج انطلقات وغسل الاشجار كذلك انطلقات. عندنا واحد البوست ديال الضوء الوسط هنايا، فكما كتشوفوا معنا الاخوان، اللهم بارك، الله يسخر الامور للجميع، فالعمارات راهم واجدين. العمليه ديال التسليم ديال الشقق واللي كيتسناها الجميع فمساله وقت فقط. وحنا الان كنتواجدوا في الرياحين جي اش 2 سيكتور 2، وكما كتشوفوا معنا فغادي نحاولوا نقربوكم من الامور كيفاش دايره. فهنا الطريق اللي كتخرج للطريق الرئيسيه، هانتوما كتشوفوا معنا الاخوان، فكاين امور اللي هي ايجابيه هنا بالنسبه للطريق اللي عندهم السيارات، وهذا الباركينج راه كاين قدام العمارات هنا. فكنشوفوا عندنا الطريق دايزه قدام البيبان ديال العمارات، وفي الظهر ديال العمارات عندنا الجرده. هانتوما كما كتشوفوا معنا هنا العماره 12، العماره 13، 14 وقيس على ذلك. هنا كنشوفوا البرونشمو ديال الماء، الامور راه ناضيه. هنا العماره 22، السيكتور 2 فيه 47 عماره. في الظهر ديال هاد العمارات حتى جوج شقق يجيو كيشوفوا في الطريق، وجوج كيشوفوا في الظهر ديال العماره، يجيو كيشوفوا في هاد الجرده هنايا. هنا كنهضروا على الرياحين جوج، هانتوما الاخوان الرياحين جوج. فكنتمنوا من الله الخير والتيسير للساكنه اللي غيدخلوا لهاد الشقق ان شاء الله، الله يدخلهم عليهم بالصحه والعافيه وطولة العمر وبالرزق الوفير. صور جميله من قلب مشروع الرياحين جي اش 2. بالنسبه للاعمده الكهربائيه، فالاعمده الكهربائيه ركبات، البرونشمو دازت، مساله بعض الوثائق ان شاء الله اللي غتقاد، وغادي تكون الامور مزيانه عما قريب. فكما كناكد دائما، هنا كنشوفوا عندنا دي بالكون هنا اللي كيطلعوا هنايا. فالاخوان صراحه باش ربما كل واحد الظروف ديالو الله يكون في العوان، ولكن كما بغى يكون الحال فكيبقى سكن لائق كيحفظ الكرامه احسن بألف درجه من البراكه والمعاناه، البراكه والمعاناه ديالها. فصراحه كنشوفوا تغييرات كبيره. الا كانت انا وجوج وليداتي وعندي البالكو ديالي في بيت النعاس، وعندي الكوزينه مطرفه، وعندي بيت ديال الوليدات مطرف، وعندي الصالون، فماشي هي البراكه. راه والله العظيم الا الناس كانوا معذبين في البراكه. ناس البارح كيهضروا معايا كيقول خويا ايوب اقسم بالله الا تنقدنا. كاين الناس اللي كانت عندهم البراكه كبيره، كاين استثناءات، كاين استثناءات، الا انه السكن اللائق كيبقى سكن لائق. هنا كتشوفوا معايا العماره 43، وهنا العماره 44، وكما قلت لكم جي اش 2 كيتكون من 47 عماره. وقدامنا لهيه المشروع ديال الياسمين، المشروع ديال الياسمين اللي كيتكون من 5 ديال لي سيكتور اللي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله عما قريب. وهنا كنشوفوا العماره، صراحه كل مره كندوز من حدا شي عماره وكنتفكر ناس مساكن اللي كانوا كيوصيونا. فهنا العماره ديال المهم حجوبه، الله يدخل عليها بالصحه والعافيه وطولة العمر يا ربي، وجميع المهمات ديالنا الله يحفظهم ويدخل عليهم السكن ديالهم بالصحه والعافيه والرزق ان شاء الله. دائما كنتواجدوا في جي اش 2، وغادي نرجعوا معكم باش نربطوا معكم حتى لجهه الجريده لتحت في الظهر ديال العماره 30 والعماره 31 والبقيه ان شاء الله. فهذه الاجواء من مشروع الرياحين جي اش 2. كنشوفوا ان الامور تقريبا تفينات، كنشوفوا الرخامات ديال البيبان تقادو، كنشوفوا البرونش مودازت. هانتوما الاخوان صور جميله صراحه، صوره جميله هنا في الخلف، والله القاسم وشهاده لله، شهاده لله الاخوان. ما كاينش الفرق بين البروجي اللي حنا كنتواجدوا فيه الخاص القاطني دور الصفيح، والبروجي اللي داير ب 25 مليون جهه البياج، و 25 مليون في مشاريع ديال السكن الاقتصادي ديال 25 مليون. راه كاين اماكن اخرى تما فيهم دي سيكتور اللي كيتكونوا من، كتلقى منهم مثلا مشروع كيتكون من 7 ديال لي سيكتور، 8، 9،
وكتلقى حتى هو بالباركو ديالو بنفس المساحة، بنفس المساحة، يعني المساحة ما كانش شي فرق كبير. ربما إذا استثنينا يعني دوك العمارات اللي كيكونوا شوكة على شكل الفرماجة تما كتكون زايدة فيهم المساحة شوية، هذا هو اللي كاين. على أي حال كنتمناهم الله هاد الشقاق يدخلوا على ماليهم بالرباح بالرزق بالصحة، والأكثر من هذا كنتمناهم الله أنه الناس دير يد في اليد، الناس دير يد في اليد والتعاون، ويكون التضامن باش نحافظوا على السكن ديالنا ونحافظوا على هذا المكسب هذا، لان هنا غيكبروا وليداتنا، هنا غادي نربيو وليداتنا، هنا غيخرجوا وليداتنا غيلقاو واحد الوسط نقي، عكس ما كنا كنخرجوا مع الباب كنلقاو البركاسه قدام الباب كنلقاو واحد الوضع اللي صراحه صعيب وصعيب بزاف. هنا عندي الشقه، وليدي عنده البيت ديالو، ولا جوج وليدات عنده بيتهم مطرف، عندي البيت ديالي معزول، المرأة في الكوزينة بوحدها، جاو الضيافة لقاو فين يجلسوا، فالله يسخر الأمور للجميع. هنا الظهر ديال العمارات كما كتشوفوا، داكشي موقر الإخوان، اللهم يسير، لازم كما قلت لكم ديروا اليد في اليد، ونحافظوا على هذا المكسب هذا. وكما كتشوفوا حنا الآن كنتواجدوا في مشروع الرياحين، والله العظيم الفرحة ديال الناس لا توصف، سواء اللي شافوا الفيديوهات، ولا الناس اللي عانوا الأمور عن كتب. ومعايا الاخ ديالنا اللي صراحه حضر معنا وشاف الامور كيفاش دايره، غنسمعوا الكلمه ديالو، واللي صراحه الناس كيتسناو بفارغ الصبر تسليم الشقاق، وغنشوفوا كيفاش جا هاد الشيء هذا. كيفاش جاك اخويا هاد الامر هذا اللي كتشوف قدام عينيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكرك على هاد الشيء اللي تتعمل معنا، وهاد الشيء اللي توصل للناس ديالنا. الله يحفظك. حتى هما راه تيسولوا فيك بزاف، راه متبعينك مزيان خويا. اللهم بارك، اللهم بارك. هادشي زين والزريده زوينه، خاص غير الناس يتهلاو في هادشي. لي باركوات زوينين، الشمس ضاربه فيهم على جوج الجهات، في الصباح وفي العشيه ضاربه الشمس، كلشي عنده الشمس، كلشي اللي من هاد الجهه عنده الشمس، واللي من هاد الجهه عنده الشمس، حتى واحد ما ضيعوه في شي حاجه اللي هي ماشي هي هذه. هادشي زين، اللهم بارك، الله يكمل بخير، الله يجعل سيدي ربي يسير بونايف في السويسات ديالنا، والشقاق ديالنا حتى نسلموهم قبل من العيد الكبير، وقبل ما نوصلوا لشي حوايج اخرى ثاني ديال المصاريف. غادي نسولك واحد السؤال، واش كاين شي فرق كبير بين البراكه والشقه؟ لان بعض الناس كيقول لك كان البراكه احسن والعيش فيه احسن، واش كتفق في هذه الفكره هذه؟ هو ما عمرنا غنتفقوا معاه، البراكه راها بشكل والسكنه هنا راها بشكل، يعني هذا الشيء كل ما كان زين كاع ما يمشيو الناس يشريو 25 مليون، وكاع الناس اللي عندهم سكن اخرى تيشريو. حنا هو جا الحمد لله باذن الله، اللهم لك الحمد. والله يدخلوا عليكم اخويا بالصحه والعافيه يا ربي وبالرزق، وان شاء الله تكون الخير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب تسهل على كل واحد. الاخوان والله العظيم بدون مجامله بدون زياده بدون نقصان، الانسان ملي كيكون كيهضر كيهضر من القلب ديالو، هذا هو اللي كاين. الله يفرح هاد الناس اللي غيدخلوا للمشروع، والله يرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويعوضهم بمحسن ان شاء الله في مستقبل الايام في وليداتهم. وكما كنقول دائما ما يكونش الحلم شقه صافي وسالت الحياه، هنا غنربي وليداتنا في واحد الوسط اللي نقي، ونتحدوا ونتعاونوا ونتضامنوا، ويبقى داك التضامن اللي كيكون بين الناس، وان شاء الله الخير القدام، واللي عند الله كيعلم بها غير الله. ان شاء الله وليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.